حدث ذات مرة أنني ظللت مستغرقا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن، ثم بعد مدة رأيت في حالة الكشف أن سقاءين قد جاءا ودخلا بيتي، أحدهما دخل من الطريق الداخلي والآخر من الطريق الخارجي، وعلى أكتافهما قرب من النور، ويقولان: هذا ما صليت على محمد. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني، انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي، أنا أحقر الغلمان. يا حبي إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني، جسمي يطير إليك من شوق على ليت كانت قوة الطيران، يا ليت كانت قوة الطيران.